سلام لمشاهدينا ومتابعينا. حلقة الليلة من برنامج اليوم الثامن نخصصها للحديث مجددا عن كورونا والنظام الدولي، الانعكاسات، الحسابات والسيناريوهات المحتملة. الفيروس عاد بقوة من خلال موجة ثانية يبدو أنها ستكون أقوى وأعمق وأكثر تأثيرا على مستويات صحية، اقتصادية، اجتماعية، سياسية، عسكرية. والنقاش الدائر اليوم في احتمالية أن يشهد العالم تغييرا في مراكز السيطرة والتحكم. هل سيشهد النظام الدولي تغييرات على مستوى ملامحه وتمركز فاعليه؟ ما تأثير ذلك على مسارات العولمة والعلاقات الاجتماعية؟ هل ستشهد استمرار النظام الأحادي بقيادة أمريكا؟ أم نظام جديد ثنائي القطب بقيادة الصين هذه المرة وأمريكا؟ أم نظام متعدد الأقطاب من مبدأ التضامن والتعاون الدولي في ظل تأثير كورونا على أغلب اقتصاديات العالم؟ التحليل لجويد بادر. خوف أكيد من الغد، حالة من القلق العالمي تنتشر عقب الإعلان عن توقعات موجة ثانية من كورونا فيروس الذي حصد حتى الآن أرواح قرابة 1,100,000 شخص حول العالم وأصاب نحو 40 مليون آخر. وباء كشف عن هشاشة في بنية النظام العالمي المتمترس وهما خلف تطور تكنولوجي شديد التسارع. فهل فقدت السيطرة من جديد على الوباء أم أن فصل إعادة الحسابات لم يكتمل بعد؟ بينما يخترج صدور سكان العالم الخائفين من غد كورونا وبينما يحاك من وراء الستار حسب الخبراء، تضيع التقديرات وتتشابك التصورات ويبدو أن التكهنات أضحت سيدة الموقف. فببرهة قلم نعود إلى بعض أرقام موجته الأولى. تسبب الفيروس المرتحل من الصين إلى كل بقاع العالم في فقد نحو 150 مليون شخص حول العالم وظائفهم، مع توقعات بانكماش الاقتصاد العالمي بواقع 8% للعام الحالي. ولإدراك ما يعنيه هذا الرقم يكفي أن نعلم أنه في جوان الماضي توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العالمي ب 3% ليصفه بالأسوأ. لكن المفارقة التي قد تؤكد جلاء هشاشة النظام العالمي بنيويا بفيروس كورونا أنه في حين ذهبت التوقعات الأولية إلى تضرر اقتصاديات ما تسمى بالدول النامية، حدث العكس. وهكذا فإن كل من أوروبا وأمريكا الشمالية ستشهد حسب المحللين معدلات ركود هي الأسوأ في العالم، هذا اقتصاديا وثمة المزيد. لكن على مستوى آخر، عكس فيروس كورونا حالة تخبط مؤسسات النظام العالمي وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية التي بدت أكثر ترددا في التعامل مع الفيروس، الأمر الذي جعل المنظمة العالمية في مرمى نيران السياسيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وهي تخوض امتحانا صعبا مع اقتراب موعدها الانتخابي. يرجح محللون كفة خسارة ترامب الذي لم يتعامل بالجدية الكافية مع كورونا. تأزم في النظام العالمي يتجلى في صور تعاطي حكومات ما تعرف بالدول المتقدمة أو ما يمكن تسميتها بحراس النظام العالمي مع الموجة الثانية من الوباء. فقد وجدت الدول الأوروبية نفسها أو بالأحرى حكوماتها وقد دقت على أبوابها موجة ثانية، فلجأت معظمها إلى إعلان إجراءات لم تردع النمو المضطرد في أعداد المصابين ولا يرجح أن تفعل، يقول خبراء. فداخل الدولة الواحدة لم تستطع السلطات الاتفاق على إجراءات حازمة لمواجهة خطر الوباء كما في ألمانيا، حيث لم يحدث اتفاقا مشتركا على عدد من النقاط الخاصة بالإجراءات الوقائية، وقد وصل بها عدد الإصابات إلى أكثر من 7,000 خلال يوم واحد. أما في فرنسا الوضع أكثر سوءا مع تجاوز عتبة الإصابات الجديدة خلال 24 ساعة حاجز 20,000 إصابة. ويبدو أن السلطات الفرنسية حسب المحللين تسير على حبل مشدود في ظل اضطراب سياسي أوقف كورونا مظاهره الاحتجاجية. ويبدو أن هذه المرة بدت الخطط الاحترازية لمواجهة تفشٍ ثان للوباء أقل جدية،
خاصة وأن سياسات الإغلاق الكامل كانت لها تداعياتها الاقتصادية العميقة، الأمر الذي يؤثر بطبيعة الحال في رصيد هاته الحكومات لدى شعوبها. وفي مقابل تأكيدات منظمة الصحة العالمية أن ما يعرف بمناعة القطيع هي استراتيجية غير فعالة في مواجهة الوباء، بل وصفها في تصريح أخير بغير الأخلاقية، ولا تبدو دول أوروبية منفتحة على إجراءات الإغلاق الكامل رغم تسجيل زيادات كبيرة في أعداد المصابين، الأمر الذي قد يضع حسب متتبعين العالم على فوهة بركان. فهل سيدخل سكان الأرض في دوامة ثانية عنوانها كورونا؟ وهل سيضع الفيروس الذي استعاد شراسته أكبر الدول في قفص الاتهامات من جديد؟ وإن كان كذلك، من سيتولى إدارة النظام الدولي؟ وكيف ومتى سيعلن عن الدواء؟ أم أن الداء سيقضي على الضعيف والبقاء للأقوى؟ أسئلة سوف نحاول أن نجيب عليها الليلة في هذا المباشر مع ضيوفنا اليوم، بداية بالبروفيسور محمد بقات بركاني الموجود معنا الليلة، نتشرف بك، وأنت رئيس عمادة الأطباء وعضو اللجنة الوطنية العلمية لمتابعة تفشي وباء كورونا. الأستاذ فتح ننو أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية معنا الليلة، مرحبا بك أستاذ فتح. شكرا أستاذ كريم. عبر سكايب نرحب أيضا بضيوفنا من باريس، من موسكو ومن برلين، نتشرف الليلة بعودة الدكتور فيصل جلول العزيز على البرنامج للبلاتو من جديد لهذا البرنامج للتحليل. اشتقنا إليك دكتور فيصل وأنت الباحث في أكاديمية باريس للجيوبوليتيك. أيضا سعداء بأن يكون معنا الليلة الدكتور عمار قناة وهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيفاستوبول بالقرم ومن موسكو، ومن برلين الدكتور منصف السليمي مدير تحرير بمؤسسة دوتشي فيلي الألمانية. بروفيسور بقت كان في البداية أعطيك أرقام اليوم لوكالات الأنباء، أكثر من 40 مليون إصابة عبر العالم، عدد الإصابات الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر المشهد ب 8 ملايين إصابة، الهند في المرتبة الثانية ب 7 ملايين، البرازيل بأكثر من 5 ملايين. لكي انتقل الوباء في شهر واحد فقط من 30 مليون إصابة إلى 40 مليون، كيف تعلق على هذه الأرقام؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، يعني طبعا هذه الأرقام هذه بالنسبة لهذه الدول هذه الكبرى منها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وكذلك جنوب أمريكا، هي في الواقع رجعت نوعا ما بعض الإجراءات يعني اللي اتخذتها في أول أمر، رجعت فجأة إلى حياة عادية لأغراض مختلفة سيكولوجية سوسيولوجية واقتصادية، أكثر اقتصادية. لماذا؟ لأن كما تعلمون هذه الدول هذه الاقتصاد نتاعهم هو الأساس. هذا مثلا بانعكاس في الجزائر، خذينا موقف بأن صحة المواطن أكثر من الاقتصاد. نعم. هذا الدول هذو فضلوا الاقتصاد، بمعنى مثلا في زمن الصيف والعطلة ذهبوا إلى العطلة يعني في الشواطئ، فتحوا المطارات. نعم فتحوا المطارات مهما يكون التوصيات يعني نتاع الوقاية، ولكن ما تنجمش كي يكون كفافة يعني تاع ناس على شواطئ البحار يعني، وكذلك هما عندهم ثقافة يعني ثقافة تاع ليلية. نعم. ونتلقاو في كذا. صحيح. وكذا، وبالتالي هذا يساعد تنقل الفيروس وظهور يعني هذه المئات الآلاف نتاع الحالات تاع كوفيد 19. إذا ما بين وبين يعني إذا قرنا هم رانا في ارتفاع، يواجهون يعني موجة، أقول موجة ثانية أو بلك تسونامي نتاع ستكون أقوى بروفيسور. والله تكون أقوى. لماذا؟ لأن رانا في هو هذا فيروس تنفسي، بمعنى نعلم باللي الفيروس التنفسيين هذو يقوى في زمان الشتاء يعني. نعم. طبعا إذا كاين هناك انفلونزا الموسمي، كاين كوفيد 19، الإنسان ما ينجمش يقاوم كما في الفصل يعني وين يكون الحرارة وكذا. إذا هذا رأينا بأنه ما كانش واحد ولا بلد عنده بمعناه رد فعل بالنسبة لهذا، رجعوا إلى الحجر الصحي بمعناه يعني قرارات بالعودة إلى الحجر الحجر الصحي.
تركوا الحجز الصحي، والحجز الصحي في حظر التجوال، حظر التجوال وغير ذلك من إجراءات يعني صارمة. وهذا إلا فترة، فترة بمعناه ثقل تنقل تاع الفيروس. هذه استراتيجية. المنظمة العالمية للصحة كما تفضل السوجي بأن هي حتى هي حيرة بأن في الضرب في أواخر مارس حتى في جانفي عندما تنقل المدير العام تاع المنظمة العالمية للصحة إلى الصين، هناك لا كانوا لا يعتبرون بأن هذا الفيروس هذا عنده هذا لا بروبونسيون يمشي. نعم، إذا حتى هي هما قال يا ولدي ننجموا يعني نسيطروا عليه حتى في الصين. الصين خذت إجراء صارمة، يعني ما كانش بلد ياخذها كما الصين. تذكروا النتيجة موجودة طبعا، ولكن حجر صحي صارم وكامل، يعني صحيح. الناس ما يتنقلوش من البيوت تاعهم. إذا هذا عندما يكون تشليل تاع جميع الحياة، يكون تشليل تاع الحياة الاقتصادية الاجتماعية وغير ذلك. هذا هو الميزانية، هذا هو الشغل الشاغل تاع القياد تاع يعني الناس قادة العالم، قادة العالم يفضلوا الاقتصاد. نعم. على صحة. نعم. المواطنين. هذا هو هذا. طيب. هو هل تتفق أستاذ فتح ننو أنه كانت مغامرة الاقتصاديات، السياسة غلبت على القرارات فكانت النتيجة موجة ثانية أقوى؟ أستاذ كريم، مثل ما تفضل البروفيسور بأنه هذا العدو المشترك اللي هو غير مرئي فيروس كورونا، هذا تختلف حوله الافتراضات والسيناريوهات. يعني هنالك من يعتبر، وأنت وضعت عنوان مهم اليوم، لأنه بكورونا وإعادة بناء النظام العالمي الجديد، هنالك من يتفق ويتكلم على أن الهدف الخفي وراء هذا الوباء هو ميلاد نظام عالمي جديد. وهنالك الكثير من المؤشرات في هذا السياق. ربما أول مؤشر نتحدث عنه ومن خلاله سقط القناع حول هذا الموضوع هو عندما أصبحت دولة مثل إيطاليا تنتمي إلى منظمة مثل الاتحاد الأوروبي تتلقى مساعدات من الصين وليس من دول في أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا. هنا يبين بأن هنالك أهداف خفية وأهداف استراتيجية لإعادة بلورة مراكز القوة داخل العالم. الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية السلوك الذي يقوده ترامب اليوم أو قبل سنوات بدأت في تراجع على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الجيوستراتيجي. وهنالك قوى الآن تصعد مثل الصين ومثل روسيا ومثل بعض الدول الناشئة، وحتى أيضا إعادة بناء النظام العالمي الجديد كان الفيروس هذا من بين الأدوات التي استخدمت في هذا السياق. الآن لما لاحظوا مثلا دول مثل روسيا مثلا، وتكلمها أيضا المندوب الروسي قبل 5 أيام في منظمة الأمن الأوروبي، تحدث على أن هنالك تغيرات سوف تكون جذرية بعد كورونا وسوف تفرج إحداثيات جديدة على مستوى النظام الأوروبي وعلى مستوى النظام العالمي. هنا نفهم بأن هنالك فواعل اليوم تصعد، وهنالك قوى تصعد أيضا، وأن هذا الفيروس سوف تكون له قراءة مثل ما له قراءة صحية على مستوى الوباء وفي الوفيات إلى آخره، سوف تكون له أيضا قراءة جيوستراتيجية وجيوسياسية لتعدد مراكز القوى وميلاد نظام عالمي جديد. يقال الآن بأنه لا نعيش مرحلة الانتقالية وإنما نعيش عالم متعدد الأقطاب لما حدث بالصورة. أنت مع فكرة عالم متعدد الأقطاب؟ صحيح. نعم. هذه نتيجة كورونا؟ أكيد. نعم. طيب. أكيد. إلى باريس إلى الدكتور فيصل جلول، أحييك دكتور من جديد. سؤالي سيكون مباشرا، هل فعلا فرضت كورونا وستفرض علاقات مختلفة اجتماعية سياسية واقتصادية خاصة بعد العودة القوية للموجة الثانية؟ شكرا جزيلا، وأنا سعيد بهذه الإطلالة. أستأنف الإطلالة عبر محطتك كريمة وعبر جمهورك الرائع. بداية ملاحظة، وهي أنه أنا طبعاً لست طبيب، وبالتالي لا يمكن برأيي مفيد على صعيد دكتور فيصل سأعود إليك لأن الصوت يصل متقطع إلينا، سنعود إليك بعد قليل. إلى موسكو إلى دكتور عمار قنا. دكتور عمار، ذات السؤال، هل فعلا أنت مع فكرة عالم متعدد الأقطاب بسبب تأثيرات كورونا، أم أن لك فكرة أخرى لما أفرزه الوباء والفيروس على العلاقات الدولية؟ تحياتي أستاذ لك ولل
انا اتوافق جزئيا بهذا الطرح، ولكن لا اعتقد ان يعني هذا الوباء هو يعني السبب، ولكن هذه الجائحه باعتقادي يعني كانها في تسريع العمليات السياسيه، ايضا جزئيا العمليات السياسيه. المنظومه الدوليه يعني كما رايناها هي كانت في حاله يعني حاله دكتور مرتبكه. عمار، يبدو أن السكايب أو يعني اليوم فيه إشكالية، يتقطع الصوت. سنحاول مرة أخرى مع برلين، وإلا سنصلح الخط مباشرة. دكتور منصف السليمي معنا، ذات السؤال دكتور منصف حول هذه الموجة الثانية خاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ما هي التأثيرات السياسية أولا على العلاقات الدولية؟ بداية تحية للجمهور الكريم في الجزائر الحبيبة. النقطة الأولى التي أود الإشارة إليها وتتعلق بالمعطيات المرتبطة بالانتشار السريع للوباء في الموجة الثانية. أعتقد كما أشار في البداية البروفيسور إلى عوامل يعني اجتماعية وعوامل اتصالية في المجتمعات، خصوصا الليبرالية التي تبدو فيها العلاقات الليبرالية، هنالك معطيات أضيفت لهذا وهي معطيات نسبيا تقنية علمية. مثلا في ألمانيا نسبة الذين تجرى عليهم اختبارات لتحليل مدى إصابتهم أو لا زادت بشكل كبير، حوالي أسبوعيا مثلا في ألمانيا حوالي 1.5 مليون شخص تجرى عليهم عمليات اختبارات، وبالتالي فإن اكتشاف حالات المصابين قد تكون أكبر. هنالك معطى مهم نظل دائما في الجانب المتعلق بكورونا نفسها، هنالك معطى مهم وهو إذا استطاعت أي بلد أن سكانه أن يتكيفوا مع الجائحة، فبإمكانهم أن يقلصوا من عدد الإصابات، ونتحدث بالأساس على عدد الوفيات لأن هي المشكلة الأساسية. نعم. الإصابات ذاتها ربما نتجاوزها. لذلك مسألة التكيف والانضباط أعتقد أنه مهم جدا، سواء داخل أوروبا أو آسيا، النماذج التي اعتمدت على انضباط مواطنيها وصرامة قوانينها وصرامة أنظمتها وكذلك كفاءة أنظمتها الصحية هي التي تحقق نتائج أفضل. بالنسبة للتداعيات السياسية، أظهرت أزمة كورونا في مستويات متعددة. أحاول أن أبدأ بالدائرة الأوروبية التي أتواجد فيها. في بدايات الأمر بدأت حالة فوضى عارمة داخل الاتحاد الأوروبي. الإجراءات كما تذكرون كل دولة تقريبا اتخذت إجراءاتها الخاصة بها، وأغلقت الحدود والصادرات، وبدأت سياسات وطنية محلية تعود إلى ما قبل الاتحاد الأوروبي، إلى درجة أن لاحظت كما قال الزميل سابقا أنه يعني تأتي مساعدات من الصين لإيطاليا ولا تأتيها من بلد أوروبي. لكن فيما بعد وقع تدارك، ما بعد شهر وقع تدارك، وقع التفاف أوروبي داخلي حول المحور الفرنسي الألماني، يمكن قول أن أزمة أعادت نوعا ما الروح لهذا المحور، وبالتالي رصدت حزمة مساعدات ضخمة للاتحاد الأوروبي. لكن ما تزال الاتحاد الأوروبي يواجه تحديات كبيرة في هذا الصدد. متطلبات بلدان الجنوب المتوسط تزداد، سواء فيما يتعلق بكورونا، تداعيات اقتصادها، مشاكلها الأمنية، مشاكل الهجرة، تحديات مع الجوار في أوروبا، ما تزال هنالك مشاكل كبيرة. المعضلة الكبيرة برأيي سواء في أوروبا، محيط أوروبا أو العالم ككل، هو أن القوى الأمريكية تواجه تحدي حقيقي. الأمريكيون لم يعودوا يوثقون أنهم يقودون العالم بكل المقومات التي كانت متوفرة لديهم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. طيب. ومع القوة الصينية يبدو العالم ليس فقط يتجه نحو ثنائية بل تعدد، لكن هذا التعدد بدرجات، أن القوة الصف الثاني من القوة أي أوروبا أو غيرها من القوى مثل الهند أو البرازيل هي قوى ليست متقاربة مع الصين مع
على الولايات المتحدة. طيب واضح دكتور منصف، ربما مخارج جديدة. طيب ابقى معنا دكتور منصف إلى باريس مجددا. دكتور فيصل، ذات السؤال ذات الانشغال الذي طرحته في البداية، تفضل. نعم، بالبداية لابد من القول بأن المشكلة الكبيرة كانت في أن العالم لم يكن يعرف شيئا عن هذا الموضوع وتعامل معه بارتباك، واتخذت قرارات أحيانا متناقضة. في البداية قيل لا لا الماسك الكمامة لا تفيد، ثم قيل من بعد أنها تفيد بل ضرورية، وقيلت أشياء ثم تراجعوا عنها. في كل مرة يجري التعرف على وجوه وعلى تأثيرات هذا الوباء، وكل مرة يتم اتخاذ قرار بناء على المعرفة الجديدة. الآن هناك معرفة، هناك إحاطة ما، لكن لا توجد معرفة كافية حول هذا الوباء، حول كيفية التعامل معه. قيل بأنه العلاج ممكن أن يتم نهاية هذا العام، لكن الآن يقال بأنه العلاج أو الطعم سيكون متوفر بعد في الصيف القادم. إذا نحن إزاء حالة هناك جهل كبير حولها، وهذا الجهل أدى إلى أكباك وإلى أضرار اقتصادية وإلى سوء تنظيم في العالم وما شابه ذلك. السؤال الآن، هل سيؤدي هذا إلى نظام عالمي جديد؟ أنا أعتقد أن نشوء الأنظمة العالمية كان يتم وفق قواعد اقتصادية وحربية عسكرية في ذات الوقت، ما كان ولا مرة يؤدي إلى إعادة النظر بالجغرافيا السياسية العالمية. ربما يساهم لكن ليس هو الأساس، ولا أظن بأنه في مثل هذه الحالة سيكون هو الأساس. كان قائم هزيمة لنظام العالم الأول التي تقوم على رأسه، وكان هذا النظام فيه، وبدأت الولايات المتحدة تخرج من الشرق الأوسط، تعطي الذهاب إلى بحر الصين. كان واضح أن القوة المتقدمة وطريق الحرب لكن دكتور فيصل الصوت ما زال يصل متقطع للأسف الشديد، سنحاول مرة أخرى إصلاح الخط حتى نتمكن من الاستماع إليك جيدا وإلى بقية الضيوف. بروفيسور محمد بقات بركاني، هل الفيروس هو الذي دفع إلى فكرة أن يتغير النظام الدولي بقوى جديدة عرفت كيف تتعامل مع الوباء، أم أنه تتفق مع الدكتور فيصل أنه رغم ذلك لن يتغير الكثير؟ صحيح الفيروس موجود، صحيح الموجة الثانية موجودة، لكن لن تتغير كثيرا موازين القوى الدولية. هي في الوقع الجائحة، يعني الوباء لابانديمي ما انتهتش، راهي تؤثر يعني حتما تؤثر حتما على العلاقات الدولية، يعني حسب الرأي نتاعي كما تفضل الأستاذ. لماذا؟ لأن شفنا باللي العقود مهما تكون كبيرة ما بين الدول، مثلا الاتحاد الأوروبي، شفنا إيطاليا في الأوقات الأولى كي بدأت الجائحة في إيطاليا، راهي ربما كل دولة تعمل على حسب القوة نتاعها، على حسب التدابير نتاعها، وانعزلت، يعني ما بقاش العقود اللي كاينة سواء سياسية أو اقتصادية وغير ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية هي من طرف السياسة اللي دارها الرئيس الولاية بأن استحقرت يعني بالوباء، وبالتالي كل واحد كل دولة عاشت يعني وحدها، ظنت باللي تقاوم وحدها. وهذا الوباء هذه نتيجة العولمة، لازم نرجع إلى المنبع، من الصين. يعني فيروسات الحق جميع العالم، قريت مؤخرا باللي كان ثلاث جزر يعني منعزلة اللي ما لحقش ليها الكوفيد 19. إذا حان الأوان يعني صراحة. هذا حرب
ضد عدو مستتير ما تشوفوش. صحيح. ولا الدولة يعني بحكم العولمة. لماذا؟ لأن اليوم مثلا وشرى في الصين تحكم الطائرة الصباح العشية راك في برلين ولا في باريس ولا كذا، راك تجيب معك الفيروس. إذن هذه تعطي فكرة للدول بأنه منا فصاعدا. المنظمة العالمية للصحة، وهذا الرئيس الأمريكي راه لام المنظمة العالمية للصحة وقال باللي ما شافتش يعني وما قامتش بالدور تاعها، المساعدات المالية لازم نعطي لها الأهمية أكثر. لماذا؟ لأن الصحة فرضت روحها اليوم بحكم العلاقات الدولية في وسط الانشغالات، في وسط الانشغالات، لأن حتى على العلاقات المالية. نعم. أي دولة، أي قوة نتاعها نتاع الدولة، شوف الحالة اللي رانا فيها. احنا ربما تحفظنا في الجزائر، يعني خذينا بواسطة الحكم الراشد صراحة، قطعنا العلاقات الجوية البحرية كذا، تحفظنا، ما عندناش المنظومة الصحية نتاعنا، ما هيش قوية، عندها مشاكل. ولكن في بعض الدول اللي عندها منظومة صحية كبيرة مثلا كفرنسا راهم يعانيوا أرقام كبيرة. صحيح. احنا تحفظنا ودرنا حواجز، هذا ربما صيغة سيتون فاسو، ولكن منا فصاعدا. لماذا؟ لأن الفيروس هذا كورونا تكون جائحة أخرى. اليوم أصبحنا في سكون أبل لي مالادي غي إميرجونت، بمعنى فيروسات أخرى راهي متجددة. إذن حان الأوان صراحة لاحتفاظ دبل على الحياة نتاع المواطن، يعني نتاع الناس، وثانيا على انهارنا اقتصاديا، حتى احنا اسعار تاع البترول، حتى الاقتصاد العالمي، الاقتصاد العالمي تاثر كثير، يعني هزه كبيره وكبيره جدا. كانت تخمينات في البدايه على انه الفيروس قد يتلاشى مع الخريف طبعاً، مع نهايه سنه طبعاً 2020، لكن النتيجه انه في شهر اكتوبر موجه ثانيه، ارقام اكبر، 40 مليون مصاب اليوم عبر العالم. لم نعرف على الاطلاق كيف هذا الفيروس يتصرف. لماذا؟ لأن الفيروسات يعني اللي نعرفهم الفيروسات التنفسية، لأن هذا فيروس تنفسي نفس الشيء، ولكن المصدر تاعه جاء من الحيوانات المفترسة. الفيروسات في الصيف انفلونزا مثلا الموسمي يذهب، لأن الحرارة، لأن ماهوش يعني لو دوغري غوميتريك، وعوامل أخرى تخليه ينقص الضغط نتاعه. ولكن هذا الفيروس هذا راهو مخالف جميع التكهنات. كنا نظن بأن صراحة يعني الخبراء في العالم رايح ربما ينقص الفعالية تاعه، ولكن رانا موجة ومن بعد موجة. وتكلمنا قبيلة على المناعة القطيعة، يعني الإيمونيتي كوليكتيف. هذا الفيروس هذا ما عندوش حاجز، الحاجز الأول والأخير هو الإجراءات الوقائية اللي نعرفوها، بمعنى ارتداء الكمامة، خص اليدين، ابتعاد الجسدي وغير ذلك. ما كان ولا أدوية إلى وقتنا هذا، ولا لقاح، ولا لقاح، ولا لقاح لحد الآن، لحد الآن. طيب أستاذ فتح خننو، التوقعات أثبتت أنه لا لقاح لحد الآن، بالمقابل ارتفاع متجدد، خوف مع قدوم فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي من ارتفاع الأرقام. طيب أمام هذا المعطى، هل سيؤثر هذا على ما كان يتوقع الخبراء عن العلاقات الدولية؟ بمعنى هل هذا سيكرس التغييرات في النظام الدولي؟ صحيح. هو بالأرقام مثل ما قلت بأنه الآن دورة الاقتصاد العالمي هي في ركود، لأنه حتى النشاطات المرتبطة بالمهن الحرة والمهن الأخرى، وبركود الطائرة العالمي، وبثلث أربع ساكنة المعمورة داخلوا بيوتهم، يعني الحركة الاقتصادية العالمية شبه مشلولة الآن. وأنا دائما أنطلق من ذلك الافتراض بأنه الهدف الخفي وراء هذا الوباء هو محاولة بناء ميزان قوة جديد، لأنه لما نأخذ المؤشرات نقرأ من هذا على أساس أنه الوباء مقصود، يعني فيروس، لأنه من الافتراضات، لأنه فيها فرضيات تقول بأن الصين نعم
نعم. لتقضي على الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع القضاء عليها لا عسكريا ولا تكنولوجيا ولا اقتصاديا. هذا رأيي. لذلك ترامب كان يقول دائما ويردد الفيروس الصيني وليس فيروس كورونا. صحيح. هذه مثل وأن الصين أيضا لديها سلالات كثيرة طورتها من الفيروسات في المخابئ. نعم. وهذا يطرح أيضا هذا اتهام أمريكي للصين. نعم. هذا يطرح أيضا إشكال على مستوى مفهوم الأمن الجديد اللي راح يتحول إلى مفهوم أمن صحي ومفهوم الدفاع الجديد الذي سوف يتحول إلى دفاع بيولوجي أيضا. نعم. وبالتالي من هنا نبدأ نقرأ في المؤشرات، ولا دائما نعود إلى اللحظة التاريخية اللي عرفنا بها بأن هنالك ميزان قوة جديد سوف يتشكل أو نظام متعدد الأقطاب، هو عندما طلبت دولة مثل إيطاليا تنتمي للاتحاد الأوروبي مساعدة من الصين ولم تعطيها، أين تعطيها لا فرنسا ولا ألمانيا، نتسأل أين هي قيم الاتحاد الأوروبي، لماذا وجدت هذه المنظمة؟ لكن استدرك الامر فيما بعد فيما بعد الاتحاد الأوروبي استدرك الامر وساعد إيطاليا وساعد إسبانيا. لا حتى رئيس صربيا أيضا تكلم حول هذا الموضوع. صحيح. رئيس صربيا قال بأنه كل ما يتم الحديث عنه عن الاتحاد الأوروبي والتضامن الأوروبي هو حكاية خيالية وأنه القناع قد سقط عن هذه الأمور. الآن منصف السليمي قال نعم. ممكن تكون فيه قطبي نعم. لكن فيه أقطاب أخرى بدرجة أقل. فيه مجلة كنت أطلع لها صادرة في بريطانيا تسمى Security Policy، مجلة متخصصة في الشؤون الأمنية، وضعت تقرير حللت فيه حالة الوباء كورونا في مارس 2020 وتحدثت على أن الصعود القادم سوف يكون صعود صيني، لأنه الاقتصاد العالمي 16 في حدود 2016 إلى 2020 16% من الاقتصاد العالمي تسيطر عليه الصين، وفي السيناريوهات المستقبلية تقول دراسة بأنه في 2040 سوف تسيطر الصين على حوالي 30% من الاقتصاد العالمي. هذا يبرز بأن هنالك صعود صيني، وهذا تقرأ حتى في الشعارات. لاحظ شعار الولايات المتحدة الأمريكية هي أمريكا فيرست، عادت أمريكا للاهتمام بشؤونها الداخلية وابتعدت عن على أنها تكون شرطي العالم، في حين الصين تحمل مشروع تشاينا دريم الحلم الصيني، وتحمل روسيا مشروع الروسنة العودة الروسية إلى آخره. هنا تظهر صراع المشاريع، ويظهر أيضا مثل ما طريق الحرير مثلا كلحن عالمي صرفت عليه حوالي تريليون دولار يعزز مفهوم التنمية والاقتصاد العالمي. هنا تظهر القوى التي بدأت تصعد وتتلاشى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي القراءة حول هذا الفيروس أيضا عندها قراءة استراتيجية وليست فقط قراءات صحية أو تتعلق الأمر بوباء، وإنما يتعلق بإعادة تشكيل خارطة، لأنه من غير المنطقي أنه فيروس لم يتم لحد الآن إنتاج دواء بالنسبة له، في حين أنه عرفنا فيروس في توقيتات معين تم إنتاج اللقاحات في ظرف زمني قصير. معنى هذا بأنه سوف يكون الهدف الخفي لبلورة التصورات الجديدة التي سوف يكون فيها العهد الأمريكي. هذا سيجيبنا عنه البروفيسور فيما بعد. ينتهي من خلال العهد. لم يجدوا اللقاح بسرعة. نعم. هل هي مقصودة؟ تقصد مقصودة؟ ينتهي العهد الأمريكي وتبدأ عهود جديدة، سوف يكون العنصر الأصفر الصيني وقوى أخرى معه الريادة في مجال الاقتصاد الدولي. طيب نحاول عبر سكايب، أتمنى أن يصل الصوت هذه المرة إلى موسكو، دكتور عمار قنا. روسيا كانت تحدثت عن لقاح روسي، نحن في انتظار هذا اللقاح الذي تتم حوله التجارب الأولى. هل تعتقد بأن الموجة الثانية للفيروس ستؤدي إلى سباق أكبر وأسرع للتموقع في العلاقات الدولية ولتغيير في موازين القوى عالميا؟ سيدي الكريم، يعني أريد أن أبدأ من حيث يعني ما انتهيت وحول يعني ما قلته في البداية، وذلك أن يعني جائحة كورونا هي جاءت لتسريع يعني العمليات الجيوسياسية، ويعني التغير في المنظومة الجيوسياسية هو كان قد بدأ، يعني بدأت المنظومة بالكامل بالتغير، ولكن اليوم حول اللقاح الروسي هو موجود وهو ليس في المرحلة الأولى، وهو في يعني تقريبا في المراحل النهائية، وبدأت يعني الدولة الروسية اليوم بعمليات التطعيم الجماعي، ولكن الأولوية هي أولا للقطاع الطبي وثانيا للقطاع التعليمي. طبعا هناك الكثير يعني من المفارقات والاتهامات لروسيا حول يعني عدم جدية هذا اللقاح، ولكن إذا أتينا يعني حتى للدواء فقد أنتج تقريبا قبل حوالي شهرين والمرضى يعني يتعاطون، وإذا أتينا إلى الأرقام فروسيا هي يعني في المرتبة 105 في عدد المتوفون وعدد المتعافون من هذا المرض،
هم الأكثر في العالم، فهذه مؤشرات يعني ممكن أن نتعامل معها. وحول يعني العلاقات الدولية اليوم، رأينا أن منظومة يعني العلاقات الدولية هي كانت مرتبكة جدا، وأتت يعني جائحة كورونا باعتقادي كضربة قاضية يعني للعولمة، واليوم يعني هي ضربة باعتقادي قد عرت يعني الأنظمة، ممكن القول الرأسمالية الأمر يعني المنظومة الغربية بشكل يعني أعطى قوة معنوية وأيضا سياسية وجزئية اقتصادية للأقطاب الأخرى طبعا منها يعني الصين. فهذه يعني نعم طيب، واضح الفكرة واضحة، وسنتحدث بعد قليل عن اللقاح دكتور عمار قناة. سأسأل منصف سليمي من برلين عن فكرة، هل من سيجد اللقاح سيكون هو الملك وهو المسيطر؟ إذا ما استندنا إلى رأي الدكتور عمار قناة في فكرة أنه الفيروس سرع التغيير في العلاقات الدولية الذي كان موجودا أصلا. بالفعل أنا أتفق مع هذه الفكرة، أن الإرهاصات في النظام الدولي كانت قبل أزمة كورونا، وعندما جاءت أزمة كورونا جعلت الأمور تسير بوتيرة دراماتيكية وبطريقة أسرع نحو اتجاهات معينة. لنصل إلى مسألة اكتشاف العلاج، بداية أنا صراحة أقرأ كثيرا على سيناريوهات المؤامرة فيما يتعلق بهذا الفيروس، ومن الصعب جدا ترجيح فرضية سيناريو المؤامرة، لأنه لو جاءت الصين هي قامت بمؤامرة فكان يفترض أن الصين تبادر بإيجاد العلاج لهذا الدواء لتكرس قيادتها وريادتها، والحال أن الصين لحد الآن نفسها ما زالت لم تصل. لكن بالتأكيد أن التقدم في مجال التوصل إلى علاج سيكون عاملا مهما جدا في رسم مستقبل الأدوار في القوى العالمية. لماذا؟ لأنه أرجع إلى كلام البروفيسور في البداية، وهو أن العامل الصحي سيكون واحد من المؤشرات التي تبنى عليها مقومات القوة في المستقبل. فيما مضى كانت القوة تبنى صحيح. على الجيوش وعلى المال وعلى العنصر البشري. الآن هناك الأمن الصحي دكتور. الأمن الصحي، بالفعل الأمن الصحي، هنالك عوامل أخرى. مجلة فورين بوليسي الأمريكية حاولت أن تضع سيناريوهات للمستقبل، ما هي العوامل التي يمكن أن تتحكم في مستقبل أمريكا، فوجدت ثلاثة عناصر رئيسية. العنصر الأول علاقتها بالصين، من يتفوق على الآخر. العنصر الثاني هو الأمن السيبرني، لأن التحدي الرقمي الآن والأمن السيبرني لعب دورا كبيرا، وتلاحظون أن هنالك تحول حتى في الاقتصاد نحو الاقتصاد الرقمي. العامل الثالث هو التغير المناخي. طبعا إدارة رئيس ترامب تتجاهل العامل المناخي، لكن العامل المناخي قد يكون هو واحد من الأسباب الرئيسية لظهور هذا الفيروس نفسه، لا نعرف بعد. ولذلك طالما أن الأبحاث ما تزال لم تتوصل إلى علاج أو لقاح لهذا الفيروس، فمن السابق لأوانه رسم سيناريوهات كبيرة. لعلي أتوقف عند مقولة قالها الفيلسوف الألماني هابرماس مؤخرا في حوار له، قال عن أزمة كورونا: لقد كشفت إلى أي حد أننا نحن نجهل أشياء كثيرة عن حياتنا وعن محيطنا. وإذا كنا كذلك، فالآن رسم سيناريوهات المستقبل يبدو أنه من الصعب جدا، لأنه ما هي المعطيات التي يمكن أن نبني عليها سيناريوهات مستقبلية ونحن في عالم لا نعرف حتى ما يحيط بنا الآن؟ لذلك حقيقة يتعين التعامل بحذر شديد مع التوقعات المستقبلية، لكن مبدئيا هنالك مؤشرات واقعية، منها أن هنالك أمم، هنالك دول استطاعت أن تصمد في ظل هذه الجائحة. أنا أسوق المثال الألماني، لعلها هي من البلدان الأوروبية الأكثر قدرة على مواجهة هذه التحدي، حافظت على اقتصادها، حافظت على نسبة وفيات ومعدل وفيات أقل من غيرها، وحافظت على منظومة صحية أظهرت كفاءتها. هذا معطى ينبغي أخذه بعين الاعتبار. ثقافة الشعوب وقدرتها على التكيف مع المعطيات
قدرتها على الالتزام، قدرتها على الانضباط بقوانينها وانظمتها هو مؤشر مهم في المستقبل. صحيح. لذلك عندما دول مثل دولنا الجزائر أو تونس المغرب عندما تلجأ إلى إجراءات داخلية إغلاق محدود أو وسع فهي مضطرة، لذلك أن أنظمتها الصحية لا تستطيع مواجهة كوارث صحية كبيرة. لذلك أرانا الحكمة مثل ما قال البروفيسور قبل قليل أن نسير في هذا الاتجاه نتكيف مع المعطيات إلى حين تظهر تمشي الحقائق حول هذا الفيروس الذي ما يزال مجهولا، وبالتالي الحديث على أنه مؤامرة قد يكون سيناريو من السيناريوهات لكن ينبغي عدم التسرع فيه. طيب شكرا، ابقى معنا دكتور منصف. دكتور فيصل جلول، إلى أي مدى قد تغير كورونا الكثير في العلاقات الإنسانية، في العلاقات بين الدول وفي التأثيرات الاقتصادية أيضا بناء على ما يجري اليوم؟ لنعتمد القياس، كان هناك قبل الكورونا جوائح عديدة، جائحات عديدة من ضمنها مثلا الطاعون. الطاعون أدى إلى إضعاف الكلفة وأدى إلى تغيير في قناعات الناس. الكنيسة التي كانت ضامنة للحياة البقاية من كل ما يصيب هذه الحياة أصيبت بضربة كبيرة، ورأينا كيف أنها عمشت من بعد. لكن نحن نتحدث عن مجال روحي بالجانب الاقتصادي بطبيعة الحال الذي سيدفع ثمن كبير هذه الجائحة هو الذي يعني سيتحمل نتائج الحجر وضعف الاقتصاد تبعه إلى آخره، وهذا الضعف سيطال دول الغربية بطبيعة الحال، وسيطال دول الغربية معنويا لأن هذه الدول كان لديها جواب على كل سؤال. طلعت على القمر روبو، عملت ثورة ولم تجد جوابا لكورونا، لم تجد جوابا لكورونا، والآن يبدو أنه ليس لديها جواب لكورونا. لكن هل كان الجواب روسي على هل سيتغير نهائيا وبالتالي ستكون روسيا بقمة أكبر من أوروبا؟ أنا لا أعتقد، أنا أرى أنه النظام العالمي طبيعته كان أقطاب، يعني 10 أقطاب يحكم، لكن على طول كان هرب. دكتور لا أدري، هناك خلل في الصوت، لا نسمعك للأسف الشديد، هناك تقطعات، سنحاول الاتصال بك عبر سكايب الثاني إن أمكن. عودة إلى البلاتو. بروفيسور، أولا هل لديك تعليق على اللقاح الروسي؟ الدكتور عمار قنان قال لحد الآن اللقاح جيد في تجاربه الأخيرة، جرب على الطواقم الطبية وعلى فئة أخرى وأعطى نتائج، قدم أيضا مثال أن روسيا في المرتبة 105 عالميا من حيث عدد الوفيات. هي في الواقع اللقاحات التي راهي في البحث في العالم، يعني سواء اللقاح الروسي ولا اللقاحات الأخرى، كان حوالي 40 مخابر في العالم يعني عندهم حجم كبير، سواء مخابر خاصة ولا مخابر تابعة لدولة كما روسيا ولا الصين. الصين اللي عندها 3 مخابر اللي راهي دروك رانا في المرحلة الثالثة، بمعناه التجريب الأخير ولازم يستغرق آلاف وآلاف أشخاص باش يكون له، يعني يكون عندنا الريزولتا، بمعنى النتيجة جيدة، ما يكونش ينفع، ما يكونش بدون خطر طبعا. إذن هذا الروسي لا نملك اليوم أي معلومات سواء بالروسي ولا بالصيني ولا حتى بالأمريكيين، لأن المخابر الكبرى وحتى بالفرنسي. هل فعلا بصراحة بروفيسور، هل فعلا فيه صعوبة في إيجاد اللقاح طبعا، أم أنه هناك سياسة ما
لا وهدف هي الأستاذ فتح رنو يقول لا مقصودة. لا, لا هي نظن ما هيش مقصودة. لماذا؟ لأن حتى هما في بلدهم راهم مضرورين بالنسبة للكوفيد 19. هذا ما ينجمش. أنا مثلا فإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية اللي تملك أكبر مخابر يعني في العالم اللي عندها لا ريشيرش بريفي بمعناها البحث الخاص وكذلك لا ريشيرش بوبليك, إذا هي إذا تلقى تفيد روحها. وصرا حرب يعني ما بين مثلا تاع تفكير تاع كاين مخبر فرنسي اللي هو راها في وشك البحث كذلك, ووعد الولايات المتحدة الأمريكية باللي يعطيه هو الأول اللقاح. لماذا؟ لأن مولو يعني شوف هذه التناقضات وصرات يعني حالة سياسية مؤسفة. بالنسبة هي في الواقع ذكرنا قضية المؤامرة وقضية هذه مش موجودة, مش موجودة صراحة. لكن يعني هناك حرب بين المخابر. طبعا هي من يملك الأول اللقاح طبعا سيطر. هو اقتصاديا وسياسيا وكذا. هي في الحقيقة احنا لكن نرجع للجزائر, السيد وزير الصحة استقبل حوالي 5 سفراء من الدول هذه, كل واحد يدعي بأن اللقاح راه في تقدم كذا وكذا. احنا بالنسبة لنا كبلدنا نرجع لبلدنا, احنا نبصر الأمر, نبصر أولا بأنه يكون الاعتماد في هذه الدول هذه, لأن كاين هناك هياكل يعني تعتمده منظمة الصحة العالمية لاعتماد لايمام في الدولة يعني نعم. لتنتج هذا نعم. وتستعمل اللقاح نعم. نقول روسيا, ومن بعد بدرجة ثانية المنظمة العالمية للصحة لتأخذ المسؤولية تعتمدوا هذاك. احنا الجزائر والدول الأخرى اللقاح. نشتريه ذلك. بقى الإشكال هو القيمة نتاعو تاع اللقاح. لماذا؟ لأن هي بالطبع هذا مخابر تبحث وتولي حالة تجارية يعني ما نجمش تعطيه باطل هذا. إذن هناك في الوقت الحالي اللقاح ما كانش صراحة يعني تاريخ نتاعو على الإطلاق. لا يوجد أي أحد يمكن أن يقدم لنا تاريخ لإنتاج اللقاح على الإطلاق. طيب. يقال نعم. السداسي الأول نتاع 2021 ويعني التاريخ بالضبط لا يعرف يعني لا يمكن أن يقدمه. طيب نقطة مهمة أخرى تتعلق بالأمن الصحي. أنت تعلم بروفيسور أن الأمن القومي للدول كان يعتمد بالدرجة الأولى على السلاح, على الجيوش, على الاقتصاديات. اليوم الأمن الصحي هو أولى أولويات الأمن القومي. هل تعتقد أن الدول الكبيرة في أوروبية, أمريكا, روسيا يعني لم تعطي أهمية لهذا الأمن الصحي قبل كورونا؟ هي طبعا إذا أخذنا مثلا لكن نتكلم على أمريكا. أمريكا هي تفضل الاقتصاد من بكري أكثر من الصحة. الصحة في أمريكا أكبر مصانع نتاع الأدوية في الولايات المتحدة الأمريكية, وغاليين الأدوية في أغلى في العالم الأدوية يعني. وكذلك المنظومة الصحية من أسوأ المنظومة الصحية في العالم. حتى اضطر الرئيس أوباما في العهدة نتاعو دار ما يسمى أوباما كير, بمعناه يقدم ضمان الاجتماعي إلى الفقراء وكذا وكذا. هذه الدول هذه ما عطاتش أهمية إلى صحة المواطن يعني فرديا وجماعيا. إذا هذا الجاي هذه تعطي فكرة. لماذا؟ لأن شلت جميع الحركات صحيح. يعني فعلت ما لم يفعله نرجع نعم إلى فيروس صغير ما عنده ولا حدود. والأستاذ يعني قبيلة تكلم على الطاعون يعني في القرون الوسطى ومويناش الطاعون كان هذا شيء سهل. يغزى الطاعون يغزى منطقة ولكن يكون عزلها. اليوم رنا في العولمة بمعناه باقتضاء الاكونومي بمعنى الاقتصاد المشترك ليصبح طبعا وليوتاد دافليونس ما بين الصين وامريكا وكذا. ليزيشانج والتبادل البشري والتبادل تاع الصناعات والتبادل التكنولوجي اصبحنا باللي التبادل الفيروسي راه حاضر, وبالتالي هذا يعطينا درس. طيب استاذ فاتح تعليق اولا على ما قاله البروفيسور بالنسبه للقاح. واذا كان لا أحد يمكن أن يقدم لنا تاريخ للقاح يعني كيف ستتصرف الدول أمام ارتفاع
أولا العدد، ثانيا مع تأثير الفيروس على الاقتصاديات مع الغلق الموجود في الدول لحد الآن. صحيح. أول سؤال بالنسبة للسؤال الأول، هنالك مؤشرات لما ننطلق من الافتراضات التي قلتها لك سابقا بأنه في دول أعلنت بأنها وصلت إلى نتائج متقدمة من اللقاح ثم تراجعت عن تصريحاتها. الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا والصين أيضا، ثلث دول تكلموا على. لكن روسيا لحد الآن تجري التجارب. لا تجري التجارب. الآن كنت تكلموا على مسألة مثل اللقاح في ظل هذا الوباء العالمي اللي هو حرب تدار بهذه الطريقة، حيكون من أسرار الدفاع تاع الدول، يعني الإعلان عنه أو الوصول بطريقة الوصول إليه أو توزيعه حتكون من الأسرار الكبرى اللي حتعتمدها الدول، وبالتالي مش حيكون يعني تكون هناك حرب اللقاح. أكيد نعم. وحتكون لوبيات مرتبطة بالدواء مثل ما تفضل البروفيسور، لأنه حتكون صناعة عالمية، ومن يصل إلى اللقاح الأول هو حيوصل إلى جميع المعمورة باش يصدر هذا السلاح، فيه اقتصاد وفيه أرقام ومؤشرات تتكلم عن هذا السياق. هذا الشق الأول. الشق الثاني بأنه كيف سوف نتعامل الآن. اعتقادي بأنه فيه مؤشرات، فيه مؤشرات ومحددات. أنا دائما نقرأ القراءة الجيوسياسية ونشبث بالافتراض بأن هذه حرب لإعادة بناء نظام عالمي جديد. بعد الانتخابات الأمريكية، حيكون انفراج في هذا في 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 في, في هذا التوجه، احتمال أن ننفرج في هذا السياق، وحيتبلور ما يسمى ببناء النظام العالمي الجديد. وأنا اعتقادي نرجع إلى الفرضية اللي تكلمت عليها سابقا بأنه ما تتعلقش بمؤامرة وإنما تتعلق بمؤشرات علمية. يعني الصين الآن الحرب المقبلة والتي كتبت في الدراسات وتحدثت عنها مراكز دراسة استراتيجية سوف تكون حرب صينية أمريكية، إن لم تدار على المستوى الاقتصادي فسوف تدار على المستوى العسكري تشكيل الأقطاب، لأنه من المستحيل أن يبقى قطب أوحد اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على العالم لمدة زمنية طويلة. هذه سنة الحياة وسنة بناء العلاقة الدولية، لابد من ظهور أقطاب جديدة. وبالتالي هذا أنا دائما أقول بأنه هذه الحرب أو هذا الوباء يدخل في هذا السياق. سوف يكون له تأثير صحيح مثل ما ذكرت، سوف يتم تحويل في مفهوم الدفاع، التحويل في مفهوم الأمن، وأيضا المجتمعات الآن حتركز ليس على المستوى العسكري. لماذا ربط التغيير بالانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ لأنه فيه حرب صينية أمريكية خفية. في حالة بقاء ترامب، سوف نتجه إلى مواجهة أمريكية صينية. في حالة مجيء بايدن سوف يتم إحلال العلاقات. وهذا هو هذا مش كلام مؤامرة، هذا كلام تاع دراسات متخصصة. طيب. تكلموا على أن الفيروس في بدايته، وكان ترامب لما يتكلم أكبر رئيس دولة يقول لك بأن هذا تشاينا فيروس، لا أعتقد بأنه يتكلم من فراغ. طيب سنسأل الدكتور عمار قناة حول هذه المعطيات المهمة. دكتور عمار، كورونا ثم انتخابات في أمريكا ثم نظام دولي قد يتغير نتيجة هذه الانتخابات، إذا ما فاز ترامب فصراع يحتدم بين الصين وأمريكا، إذا ما فاز بايدن فإنها التهدئة ونذهب إلى عالم ثنائي القطبية. هل لك رأي آخر؟ أنا أعتقد أن العالم متوجه يعني شيئا ما بين إلى التعددية وليست إلى الثنائية اليوم، يعني حتى ومن خلال مناقشة جائحة كورونا وتأثيراتها يعني على هذه المنظومة، هي مدعاة يعني للتعاون والتضامن الدولي أكثر من التوجه يعني أحادية القطبية. أقولها بصراحة، هي تقريبا قد انتهت مع تداعيات يعني الوضع الأمريكي وارتباك المنظومة الداخلية السياسية الأمريكية. فلذلك التوجه للتعددية، ولكن بمعادلات باعتقادي أنها يعني ستفرض نوعا ما من قبل يعني بعض الأطراف المهمة في هذه التعددية. وممكن أن نذكر منها يعني الولايات المتحدة ستبقى يعني ضمن هذه المنظومة، الصين ستكون يعني في الصدارة، روسيا ستكون، الهند أيضا ستلقى يعني لها مكانا في هذه المنظومة، وأيضا يعني فرنسا ممكن وبريطانيا. فلذلك يعني اليوم المعادلات الجيوسياسية وعلاقتها بالانتخابات الأمريكية طبعا هي مهمة جدا، وذلك يعني من حيث عدم وضوح الرؤية أو الاستراتيجية الأمريكية لما بعد يعني هذه الانتخابات. يعني نحن اليوم نرى صراعا داخليا، ولكن تأثيرات
تأثيراته سيكون على الاقتصاد الدولي بالكامل، ناهيك عن يعني تداعيات كورونا والعمليات السياسية وأيضا العسكرية. عدم وضوح الرؤية أو وجود مشروع اليوم يعني أمريكي كامل هو ما يعيق يعني تشكيل هذه المنطقة السياسية القادمة. يعني رأينا في المراحل السابقة يعني وجهة نظر الحزب الجمهوري وحزب والحزب الديمقراطي، ولكن اليوم نحن أمام صورة جديدة للغاية. حتى تفاعل المجتمع الأمريكي مع هذه الانتخابات أيضا يختلف عما كان به. هناك أيضا يعني فرضيات مخيفة حول مثلا يعني وهي وجهات نظر يعني تبقى لغاية اليوم على اندلاع يعني جزئيا حرب أهلية في الداخل الأمريكي. فهذا كله يعني يؤدي إلى الارتباك، وذلك أن لا ننسى أن يعني العامل الأساسي تقريبا في الاقتصاد الدولي اليوم هي المنظومة الدولارية. فلذلك يعني جزء كبير مرتبط لغايه اليوم بهذه الانتخابات التي ستكون يعني الاهم يعني في التاريخ السياسي. ابقى معنا دكتور عمار إلى برلين. دكتور منصف السليمي، هل نتحدث الآن عن السيناريوهات؟ هل الكل مرتبط بهذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ إن تعلق الأمر بالعلاقات الأمريكية الصينية أو التأثير الاقتصادي مع بقاء الفيروس طبعا. بالتأكيد أن الانتخابات الأمريكية هي انتخابات يعني القوة الأولى في العالم لحد الآن وفق المعطيات الحالية. الانتخابات الأمريكية عنصر مهم جدا، لكن دعنا ننسب الأمور. مبدئيا انعكاسات الانتخابات الأمريكية في داخل التحالف الغربي نفسه، أعتقد أن فوز الرئيس ترامب سيساهم في تفكك المنظومة الغربية، سواء حلف الناتو يضعفه أو التحالف الأطلنطي بين أوروبا والولايات المتحدة، ومن هنا سيكون المجال أكبر لدور أقوى للصين ولقوى أخرى صاعدة مثل روسيا أو غيرها مثل الهند وغيرها. في حالة فوز بايدن، سياسة الديمقراطيين هي أقل حدة فيما يتعلق بالعلاقة مع الصين، لكن لذلك أنا دعوت إلى التنسيب. لماذا؟ لأن حقيقة التوجه الأمريكي نحو وضع الصراع مع الصين كأولوية بدأت من عهد الرئيس أوباما، فقد نقلت الإدارة الأمريكية أولويات استراتيجيتها باتجاه الصين، وبالتالي صار التخلي عن النفوذ الأمريكي في عدد من مناطق العالم مثل الشرق الأوسط ومناطق عديدة لأوروبا وتقليل الوجود العسكري في أوروبا وفي بلدان أخرى هو ناتج عن توجه أمريكا حتى في ظل ديمقراطيين نحو وضع الصين كأولوية في الصراع. لكن الفرق هو في الطريقة. ترامب رجل أعمال له عقلية المغامر، عقلية المجازفة، يضرب إلى أقصى حد ويمكن أن يغير استراتيجياته. الديمقراطيين يختلفون عنه في الأسلوب، هم بأسلوب أكثر هدوءا. العلاقات مع أوروبا ربما تتقلص أو تتراجع بين أمريكا وأوروبا في ظل الديمقراطيين أيضا، لكن ستتم بوتيرة بطيئة وبوتيرة بعيدة المدى. مع الصين سيكون صراع لكن لن يكون بتلك الدرامية، لأن أسلوب ترامب الشخصي ونهجه هو الذي أضفى على العالم حالة من الخوف حول المستقبل، كيف يمكن أن ترسم هذه السيناريوهات المستقبلية. بالتأكيد أنا قبل البرنامج اليوم كنت أقرأ مقال لبحث أمريكي يقول أن ألمانيا تترقب نتائج الانتخابات الأمريكية مثل ما يترقبها الأمريكيون، لأن الأمريكيون أيضا منقسمون داخليا. في أوروبا هنالك انقسام، أين ستتجه أمريكا بعد الانتخابات؟ لا ننسى أن العام المقبل هو عام انتخابي في فرنسا أيضا في 2022، في ألمانيا انتخابات في 2021. هل كورونا دكتور، هل كورونا، هل هذا الوباء، هذه الجائحة بمعطياتها الحالية قد يكون لها الكلمة الفيصل في نتائج هذه الانتخابات، في تسيير الأمن الصحي، في التعامل مع معطى كورونا؟
أكيد العنصر الصحي منذ إسقاط رئيس ترامب لخطة أوباما، أوباما كير، يعني القانون الرعاية الصحية التي أسقطها ترامب منذ البداية، هذه أثرت كثيرا على الأمريكيين، وهنالك من يعتقد أن النتائج الكارثية في الولايات المتحدة للوباء أحد الأسباب هذه. لكن نلاحظ أن الأمريكيين العامل هذا العامل ليس هو الوحيد الذي يتحكم فيهم. لقد رصدنا باهتمام كيف أن الرئيس ترامب وهو يتحدى الفيروس وهو يقوم بحركاته البهلوانية وهو ينزع الكمامة يتجاوب معه قطاع كبير. لماذا؟ لأن رئيس ترامب لديه استراتيجية تواصلية واستراتيجية خطيرة جدا في قطاعات واسعة من الرأي العام الأمريكي الشعبوي القومي لدى البيض، وحتى في وهو ينتهج سياسات خاطئة فيما يتعلق بالعلاقة بالأقليات، فهو يوظف ذلك انتخابيا. لذلك أنا أتوقع أنه بقدر ما أن السياسة الصحية والوضع الصحي سيكون له تأثير، إلا أن ترامب أظهر قدرة كبيرة على المناورة وفي استراتيجياته الانتخابية، وربما لذلك رغم أن التفوق في استطلاعات الرأي لصالح بايدن، إلا أن ترامب بإمكانه أن يقلب المعادلة. وتعرفون أن استطلاعات الرأي ليست هي الحاسم، ليست مؤشر نهائي، كل شيء يمكن أن يتغير. أيضا صحيح. سابقا لم يكن هو متقدما في البداية. لذلك أنا أعتقد أن الانتخابات الأمريكية ما زالت لم تعطي أسرارها، ما زالت فيها المفاجآت. ابقى معنا دكتور منصف إلى باريس، وأتمنى أن يكون الصوت جيد ونستمع جيدا للدكتور فيصل. دكتور فيصل، السؤال باختصار، هل سأكرر سؤالي، هل فعلا الفيروس هو من سيحدد نتائج أي انتخابات قادمة في أوروبا أو في أمريكا، نتيجة السياسات الصحية، نتيجة التعامل مع هذا الوباء وتأثيراته على العلاقات الاجتماعية، على الجوانب السياسية، العسكرية والاقتصادية؟ بطبيعة الحال سيكون له تأثير، لكن هذا التأثير لن يكون حاسم. إذا تحدثنا عن نتائج الانتخابات، الجهل حول الفيروس شامل، وبالتالي لا يمكن لماكرون أن يتحمل الجهل العام حول الفيروس، وارتباك ماكرون كارتباك ميركل كارتباك قادة آخرون. الذي سيتأثر هو ترامب، لأنه ترامب تعامل مع الفيروس نصف لا شيء وبلا مسؤولية وبخفة لا دعم موقعه بلده كرئيس مسؤول مشبه. اسمح لي فقط أن أعود نقطة أخيرة ما قبل الأخير. تحدث صراع أمريكي، يجب أن لا ننسى الاقتصاد متداخل مع الأول، الاقتصاد الأول، الاقتصاد الثاني بالعالم، تشابكين هكذا، وبالتالي أي صراع بين الطرفين يكون له ضرر كبير. طيب دكتور فيصل، مرة أخرى للأسف الصوت يصلنا متقطعا، ستكون معنا في حلقة قادمة بالتأكيد بإذن الله، نستسمحك لأننا نريد أن نستمع جيدا إلى الفكرة، نريد أن نستمع جيدا إلى هذا التحليل، لكنه يصلنا متقطعا. بروفيسور، يعني إذا استمر الوباء الآن، إذا فشلنا كعالم في تحديد حتى موعد لقاح لفيروس كورونا، ما المطلوب اليوم؟ يعني هل هي فقط الإجراءات؟ طبعا. هل الغلق؟ هم الفتح؟ يعني دول كانت مجبرة على فتح الحدود، نعم. كانت مجبرة على إعادة الحياة الطبيعية بشكل غير طبيعي، وأنت تذكر لما استضفناك في هذا البلاتو قلت العودة إلى الحياة غير الطبيعية ضروري، لكن عندما عدنا إلى الحياة غير الطبيعية النتيجة
كما ترى اليوم في أوروبا وفي أمريكا؟ هي في الواقع كاين هناك ثقافة جديدة للإنسان لازم يعرفها وكذلك يمارسها. مثلا القناع الواقي هذا لازم يكون في هذا الظروف الحالية هذه وإن كان سركلة الفيروس. لماذا؟ لأن لا نعرف بالضبط هذا الفيروس ينجم يستطير بين عشية وضحاها كما هو الفيروسات الأخرى اللي كان عندنا التجربة نتاعها. إذا واش باقي لنا احنا بالنسبة لنا؟ نرجع إلى حياة، طبعا نرجع إلى الحياة العادية ولكن بالتدريج بالتحفظ. القناع الواقي أصبحت احنا دلائل، يعني بأن تذكروا ما كناش نعرفوا يعني كيف نواجه هذا الفيروس المصدر نتاعو. مثلا في الإنعاش، في الإنعاش الطبي في الأوائل الأوقات الأولى كانوا يديروا لانتوباسيون، بمعنى ياخذوا الإنسان ومن بعد ظهرت باللي لانتوباسيون تزيد تأثر سلبا على المريض هذاك، وأصبحنا بالأكسجين حتى لا ساتوراسيون. إذا رانا نتعلم شيئا فشيئا ردود الفعل. الوقاية، الوقاية نعرفها القناع الواقي، خصل اليدين. لماذا؟ لأنه إلي مانيبورتي، بمعنى يصبح في اليدين، وهذا الخبراء داروا بعض التجارب بأنه يبقى في، خاصة في الأماكن المغلقة، في الأماكن اللي الإنسان يكون مريض أو غير مريض، لأن كان بعض الإنسان بعض الناس يعني ما عندهمش مرض ولكن سي دي بورتور سان يزرعوا الفيروس. شوف يعني الفكرة كيفاش. كذلك التباعد الاجتماعي ثقافة جديدة. احنا مثلا في بلادنا في البحر الأبيض المتوسط عندنا العادة نتصافح مع الناس، نسلم على الناس إلى آخره. لازم نتعلم ثقافة جديدة إلى ما نلقى حل، يعني طبعا نلقى حل على اللقاح. طيب بروفيسور، هذا الفتح في أوروبا، فتح المحلات والنقل والطيران، هل باعتقادك سيدفع ثمن هذه الدول بارتفاع أرقام المصابين، بارتفاع أرقام الوفيات؟ هل ستلجأ الدول الأوروبية إلى الغلق من جديد؟ فرنسا فرضت حظر التجوال، أغلقت المحلات العامة. راك سألت وجاوبت، لأن راهي تدريجيا ترجع إلى الوراء، بمعنى الحجر الصحي. نرجع إلى الحجر. طبعا رجعت إلى الحجر الصحي. الحجر يعني في الأوقات ربما إذا ما أعطتش النتيجة ترجع إلى يعني وسائل أخرى يعني تلزم المواطنين الفرنسيين. إذا هذا لا نعرف كيف شخصيا وجماعيا. لماذا؟ لأن هذه جائحة، هذه مرض ينتقل من الإنسان إلى إنسان. إذا الحد الأدنى لو مينيموم اللي نعرفه احنا هو القناع الواقي. وإذا سمحت يا سي كريم، بالنسبة لنا الجزائر احنا ربما الحمد لله الأرقام، حتى بعض الناس يقول لك ماشي الأرقام الحقيقية، ربما الأرقام تاع الإصابات هذه اللي صبناها للمديريات يعني الجهوية اللي تعطيها تلقاها وتدير تحقيق تاعها، ربما كان أرقام أخرى، ولكن راهي أعطتنا النتيجة. تذكروا كي بدينا يعني القناع الواقي الناس داروه ومن بعد الناس فهموا ومن بعد كذا، ولكن مؤخرا الناس ربما ظنوا باللي طبعا التأخي ظنوا باللي الوباء راه وراه انتهى، هذا الفيروس يستنى غير هذا الشيء، والدليل على ذلك ارتفاع الأرقام مؤخرا. إذا لازم نكونوا صارمين، هذا هو السلاح الوحيد. أما مسألة العزل، طبعا مسألة العزل هما لأغراض مختلفة اقتصادية، مثلا في أوروبا ما ينجموش يغلقوا، صحيح، إلا في دول يعني ستنتهي إذا ما وصل الفيروس الحركة الاقتصادية وغير ذلك. في الدول المغرب العربي هما مثلا في تونس الشقيقة أو المملكة المغربية يحتاجون للسواح، حلوا الأجواء، سياحة مجبرين، نعم طبعا لأنها هي سياحة اقتصاد. إذا هاو الواسمو النتيجة بأنه طبعا حتما مهما يكون الأمر تأخذ احتياطات. مثلا الإنسان قبل ما يركب في الطائرة
نقولوا 72 ساعه 72 ساعه يدير تحليل تاع الار تي بي سي ار، ولكن هذا لا يجري بانه راه اون فاز دانكوباسيون وكي يلحق في المكان يظهر له المرض نتاعو. يعني ما كانش حل يعني حاد بالنسبه لهذا المرض. اذا هذا نعرف باللي القناع الواقي، انا ندير القناع وانت دير القناع، علميا يعني اكتشف بان 99% تحفظك وتحفظني. صحيح. اذا لازم نتعلم هذه الثقافه الجديده. شوف في اسيا مثلا لاغراض تلوث المحيط في اليابان، احنا نشوفوا باللي الناس عندهم دائما حتى دون كورونا، حتى بدون كورونا بدون كان كورونا يوضع القناع. كان عندهم القناع. طيب مع الدخول المدرسي بروفيسور؟ الدخول المدرسي جميع التدابير اتخذت، بمعنى البروتوكول الصحي المقدم من طرف وزارة التربية الذي اعتمد من طرف اللجنة العلمية يجبر جميع المحطات تاع الدخول المدرسي في الأقسام. نقول ولا خطر بالنسبة الآن، لأن فهم كذلك بالنسبة للاستفتاء إن شاء الله تعاون نوفمبر، لأن السلطة الوطنية المستقلة رانا درنا بروتوكول صارم. لماذا؟ لأنه لازم الدخول المدرسي يحفظ أولادنا من تنقل تاع الفيروس، حتى التنقل تاع الفيروس ماهوش ما بين الأولاد يعني. نعم. هو ينقلوه إلى البيوت نتاعهم. صحيح. إذن كل استخذ، لازم المعلمين، لازم الإطارات المحلية يلعبوا دورهم، البلديات لأن يكتسي على السيول مثلا المياه وغسل اليدين بالصابون السائل وغير ذلك. لازم هذا هو الحالة اللي تحفظنا يعني فرديا وجماعيا من تفشي الوباء، خاصة في هذه الظروف. لماذا؟ لازم نرجع إلى الدخول المدرسي، لازم نرجع إلى الدخول الجامعي، لازم يعني شبه الحالة ما نجمش نبقى معزولين ومشلولين بهذا الحجم. هذا رسمي. طيب أستاذ فتح غنو، الآن مهما كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية في أمريكا، كما قال الدكتور عمار من موسكو، التغيير كان يجب أن يكون، بمعنى سيرورة التغيير كانت موجودة، فقط كورونا هي من سرعت هذا التغيير. عالم متعدد الأقطاب هو الأقرب إلى المنطق، من هي الأقطاب التي ستكون أقوى بعد كورونا برأيك؟ بعد كورونا سوف تكون الصين الدولة الأولى حسب الدراسات، فإن الصين خاصة سيطرتها على الاقتصاد العالمي راهي نسبة تروح ما بين 16% في حدود ما بين 2016 إلى 2020، ومتوقع أن تكون في 2040 حوالي 30%. مع الروس، مع الصين هنالك الثنائي الروسي، وسوف يتم بناء علاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي، لأنه الأساس هو في فهم تلك قيمة التضامن تاع الاتحاد الأوروبي قد فقدت مع انفصال إيطاليا. لأن السؤال المطروح الذي سوف يطرح بعد الانتهاء من كورونا، هل سوف تبقى دولة مثل إيطاليا داخل الاتحاد الأوروبي، أو دولة مثل إسبانيا تلقت مساعدات من روسيا ومن الصين؟ والمؤشر الآخر هو أنه حتى الخروج البريطاني المسبق كان بمثابة إذان بأن هنالك خارطة جيوسياسية تتغير. الصين سوف تصعد، روسيا سوف تصعد معها أيضا، هنالك قوى ناشئة مثل الهند مثلا والولايات المتحدة الأمريكية ما بين سيناريوهين. هنالك السيناريو أنها ترجع إلى عزلتها بمفهوم أمريكا فيرست، الولايات المتحدة الأمريكية أولا، تبتعد على الأداء الذي أدته خلال تقريبا عقدين من الزمن كشرطي للعالم، تراقب كل شيء وتتحالف مع كل شيء. والدليل أنه ترامب قد أعاد مع كل المنظمات الدولية وكل الاتفاقيات قد أعاد فيها النظر، بما في ذلك عدم دفع اشتراكاته لمنظمة الصحة العالمية. لما نتكلموا على الصين والولايات المتحدة الأمريكية، لاحظوا أستاذ كريم بأنه في بعض الدراسات تكلمت أنه أوباما عندما ذهب زار الصين عندما كان رئيس أجلسه الرئيس الصيني في قاعة الانتظار مدة ساعة كاملة. من ثم فهموا الإستابليشمنت القوى التي تصنع السياسة داخل الولايات المتحدة الأمريكية بأن العدو المقبل للولايات المتحدة الأمريكية لذلك يركز ترامب. وفي العقيدة الأمنية 2017 التي أسسها ترامب يتحدث على عدوين محتملين للولايات المتحدة الأمريكية هما روسيا والصين، وهذه إشارات على أن هنالك ميلاد عالم لنظام عالمي جديد، تغير على مستوى العلاقات الدولية تصعد من خلاله أقطاب وتنزل أو تهبط أقطاب أخرى، ويتم تشكيل طيب. الخارطة الجيوسياسية بهذا طيب. المستوى. دكتور عمار قناة في أقل من دقيقة، ذات السؤال، من هي الأقطاب التي ستكون الأقوى بعد كورونا؟ الأقطاب يعني أتوافق جدا مع ضيفك الكريم، يعني الولايات المتحدة، الصين،
روسيا، وباعتقادي ما نحن إبان للتعددية القطبية، لكن بشكلها يعني الأولي وهو الثالثي. وهناك يعني نقطة في عجالة أن اليوم يعني منطقة الاقتصاد هي تتحول من بحرية إلى برية. دكتور عمار الصوت للأسف لا يصلنا جيدا اليوم، لا حظ لنا مع سكايب. إلى منصف السليمي نفس السؤال دكتور منصف، من هي الأقطاب الأكثر قوة تتوقعها بعد كورونا؟ من الواضح أن الولايات المتحدة ما تزال تتوفر على مقومات القوة العظمى، يعني لا يمكن أن نقول أنها ستتدحرج أو تتراجع كثيرا، لكن من الواضح أيضا أن الصين تتقدم بشكل حثيث، وبالتالي موقعها قد يكون يعادل القوة الأمريكية أو حتى يفوقها في بعض العوامل. من المهم جدا الحديث عندما نتحدث عن القوة نتحدث عن المقومات، ما هي مقومات القوة في المستقبل، هذا عنصر مهم. ولذلك عندما نأتي للصف الثاني من القوة سواء الاتحاد الأوروبي أو روسيا أو الهند، هذه القوى لكل منها نواقص. الأوروبيون مثلا ليست لهم سياسة دفاعية مهمة رغم أن لديهم مقومات كثيرة. روسيا لديها قوة عسكرية كبيرة لكن يعوزها اقتصاد قادر على التمدد في العالم ويضع يعني يوازي النفوذ الروسي العسكري. بلد مثل الهند لديه معضلات أخرى، من الصعب أن يكون هو على درجة كبيرة من القوة. لذلك التعدد القطبية في العالم واضح. سيكون متوقع جدا لكن بدرجات متفاوتة. شكرا جزيلا دكتور منصف. باريس دكتور فيصل جلول إن كنت تسمعني فأنا أشكرك جزيل الشكر على أن أعيدك أن تكون معنا، لأننا اشتقنا إلى التحليل، إلى ما ستقدمه لنا في البرنامج. شكرا جزيلا لك دكتور فيصل جلول، شكرا للدكتور عمار قنا وللدكتور منصف السليمي من موسكو باريس وبرلين. أستاذ فتح غنو شكرا جزيلا لك. بروفيسور محمد بقات بركاني شرفتنا الليلة في هذا البلاتو من تلفزيون الجزائر من الاستوديو رقم 2 بقيادة المخرجة سيام خرشي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.